الآن نفتح ملف انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. تشكل مسألة السماح بحمل السلاح في المدارس والمؤسسات التعليمية في ولاية أوهايو قضية انتخابية مركزية بالنسبة لجميع الناخبين. لا شيء أكثر إثارة للجدل السياسي هنا بولاية أوهايو، والانقسام أيضا في موعد انتخابي حاسم أكثر من قضية سماح حاكم الولاية الجمهوري ماك دي واين بحمل سلاح داخل المؤسسات التعليمية كواحد من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة الولاية تحسبا لهجمات محتملة بعد هجوم يوفالدي بولاية تكساس. تقول أمهات وناشطات إن هذا القرار يشكل أزمة جديدة تضاف إلى تلك المخاوف التي باتت ترتبط بالاستخدام الخاطئ للسلاح في كافة جهات البلاد، مع تأكيدهن أن المدارس هي خط الأمان بالنسبة للأطفال والعائلات، وأن هذا القرار يخلق مزيدا من المتاعب ولا يقدم حلولا. عندما أفكر في الأمر كأم يذهب أطفالها إلى المدارس كل صباح أشعر بالخوف والقلق، وأفكر أكثر في مدى جدية هؤلاء الناس عندما يتعاملون مع أمن المدارس وسلامة أطفالنا. هذا الملف ومع عودة الأطفال إلى المدارس تحول إلى القضية الأولى في حملات الحزبين الديمقراطي والجمهوري والمرشحين بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على القرار بكل ما يمكن أن يخلفه على خيارات الناخبين. لا أعتقد أن الذين اتخذوا هذا القرار استمعوا إلى قلوبهم، لأن المحرك الأساسي لهم كان سياسياً وليس مصلحة الأطفال والعائلات. أقول ذلك سواء فكرت في الأمر بقلب الأم أو بعقلي كمواطنة تعيش في هذه الولاية. من جانبه يرى العضو القيادي البارز في الحزب الجمهوري توم زاونايويسكي أن الذين يعارضون القرار لا ينظرون إلى نتائجه في مدارس ومقاطعات اعتمدت هذه الطريقة في تأمين أقسامها، ليس فقط على مستوى ولاية أوهايو ولكن في ولايات أخرى كجورجيا. في ولاية أوهايو ما بين 500 إلى 1000 معلم يحملون السلاح في المدارس، ولم تسجل أي اعتداءات قط نتيجة لهذا الأمر. الخلاف هنا في أوهايو لا يقتصر فقط على مسألة تقنين عملية حيازة السلاح، هناك مسألة أبعد من ذلك تتعلق بالسماح بحمل السلاح داخل المدارس، وهي مسألة خلافية في الشكل وفي الجوهر بين الديمقراطيين والجمهوريين. لكن بالنسبة لعامة سكان أوهايو فالقضية أبعد من ذلك وبكثير، القضية تتعلق بأمن عام وبأمن الأطفال في المدارس، ولذلك يقول كثيرون من هؤلاء أن المسألة سوف تكون على رأس أولويات انتخابات هذا العام. رابح فلالي، الحرة، كولومبوس، أوهايو. حتى الآن أدلى نحو 40 مليون أمريكي بأصواتهم في عملية التصويت المبكر لاختيار مرشحين عن مجلسي الشيوخ والنواب. هذا العدد الذي يعد بحسب وسائل الإعلام الأمريكية أكبر من أعداد المصوتين في انتخابات التجديد النصفي المبكرة لعام 2018، وأيضا باعتبار أن هناك من أصل هؤلاء 40 مليون أمريكي هناك نحو 250 مليون أمريكي مسجلين لهذه الانتخابات. سنلقي نظرة سريعة عن بعض السيناريوهات الموجودة لبعض الولايات وكيف ممكن للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي الوصول إلى رقم 51. هذه الأرقام حاليا هي المرجحة لأن يأخذها إما الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، وبالتالي تعطي الأصوات حاليا 44 للجمهوريين. كيف ممكن لسيناريو أن يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ؟ الجمهوريون بحاجة إلى جورجيا. ماذا سيحصل؟ جورجيا مهمة جدا، إذا أعطينا في هذا السيناريو ويسكونسن
طبعا بنسلفانيا مهمة، من دون بنسلفانيا لا يمكن للجمهوريين أن يحصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ. أيضا أوهايو وفلوريدا سنعطيها للجمهوريين، لأن هناك في هذه الولايات المتأرجحة أصلا إضافة إلى نورث كارولينا السباق محموم، وفي معظم هذه السيناريوهات هناك تقدم بسيط للمرشحين الجمهوريين. أيضا يوتا سنعطيها للجمهوريين، لأنها عادة دائما تعطي صوتها للسيناتور الجمهوري. الجمهوريين يقولون بأنهم ليسوا بحاجة لنيفادا وأريزونا، على الرغم من أنهم يخوضون معارك شرسة ضد منافسيهم الديمقراطيين، ولكن في هذا السيناريو سنقول بأن الجمهوريين لن يكترثوا ولن يعتمدوا على نتائج نيفادا وأريزونا، وبالتالي سنعطيها ونحولها إلى اللون الأزرق ونعطي هذا الرقم 49. الديمقراطيين بحاجة إذن لجورجيا ليصلوا إلى 50 حتى النصف، أو 51 أيضا في معركة بنسلفانيا. ولكن في هذا السيناريو جورجيا مهمة، لأن إذا ماذا سيحصل إذا تحولت جورجيا؟ هي رمادية وبالتالي ليست لأحد، لأنها ولاية متأرجحة. إذا حولناها إلى الأحمر هذا ما سيحصل، وبالتالي 51 هو سيناريو سيطرة الجمهوريين على الكونغرس وتحديدا مجلس الشيوخ، وبالتالي جورجيا وبنسلفانيا مهمة جدا، وبالتالي هناك معركة شرسة، هناك حملات دعائية وجولات انتخابية خصوصا للرئيس ترامب في هذه الولاية. هو يدعم مرشح جمهوري وهو هيرشل واكر. هناك مواضيع وفضائح عديدة للمرشحين في هذه الولاية، إن كان المرشح الديمقراطي والمرشح الجمهوري. المرشح الجمهوري متهم بأنه يخوض هذه المعركة على أساس بأنه ضد الإجهاض، ولكنه دفع وفق قصص نشرت على وسائل الإعلام الأمريكية لصديقتها السابقة لكي تقوم بالإجهاض. وأيضا المرشح الديمقراطي متهم باختلاس أموال من حملاته الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك هناك هذين المرشحين فقط. في سيناريو آخر أيضا سنعطي نيفادا ويوتا للديمقراطيين وويسكونسن للجمهوريين، وبحاجة في السيناريو الآخر نيوهامبشير. إذا تحولت نيوهامبشير هي يعني نعطيها للديمقراطيين، ولكن هناك سيناريو واضح إذا أيضا استطاع الجمهوريون في هذه الليلة يوم الثلاثاء بتحويل أيضا الساحل الشرقي، ليس فقط النصف أو الولايات التي تعتبر هي ولايات النصف والجنوبية التي تصوت عادة للجمهوريين، ولكن إذا كان أداؤهم ليلة الانتخابات جيد وبالتالي تحول كل الساحل الشرقي للجمهوريين، إضافة إلى ولاية فيرجينيا التي هي قريبة من العاصمة واشنطن دي سي، أيضا نيوهامبشير ليسوا بحاجة لبنسلفانيا وليسوا بحاجة ليوتا أصلا، ولا حتى لأريزونا التي فيها أيضا معركة كبيرة. هذا سيناريو أيضا واضح، الديمقراطيون يعرفون هذا الأمر، وبالتالي أيضا يقومون بجولات انتخابية من قبل الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس الأسبق أوباما في جورجيا الولاية المهمة جدا، وحملاتها الدعائية، أيضا الجولات الانتخابية والأموال التي تصرف فيها طائلة جدا، لأنها مهمة للحزبين للسيطرة على مجلس الشيوخ. إذا انتهت جولتنا. لحظات حاسمة هي كل ما تبقى لدى الحزبين لإنهاء الحملات الانتخابية وإقناع الناخبين الأمريكيين بالتصويت لمرشحيهم. السباق إلى الكونغرس الذي يحتدم مع اقتراب موعد التصويت في انتخابات التجديد النصفي حقق سابقة جديدة بتصويت ما يقرب من 40 مليون أمريكي حتى الآن مبكراً عبر البريد، وهو العدد الذي يتجاوز الأرقام المسجلة في التصويت المبكر لانتخابات التجديد النصفي عام 2018 بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. آلية التصويت عبر البريد ورغم الأرقام المرتفعة التي تظهر ميل الناخبين لها، إلا أنها تبقى محل خلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وبينما يحظى التصويت عبر البريد بتأييد الديمقراطيين، فإن الجمهوريين وفي مقدمتهم الرئيس السابق دونالد ترامب يشنون هجوما حادا عليه، حيث يرون أن فرز الأصوات يستغرق وقتا أطول، عدا عن أنه لا يحظى بالمصداقية لديهم ويشككون في صحة نتائجه.
خلاف لا ينفي حقيقة أنه بات يلقى رواجاً كبيراً لدى الناخبين، وبحسب الإحصائيات فإن 43% من المصوتين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي مقابل 34% من الجمهوريين و23% من غير المنتمين للحزبين. بالانتقال إلى الجولات الانتخابية، فلا تزال الصدارة فيها جمهورياً لترامب وديمقراطياً لأوباما، وبينما يدعم ترامب من ميامي بفلوريدا مرشحي حزبه، حذر أوباما من بنسلفانيا بما وصفه بالمناخ السياسي الخطير، فيما يشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن من نيويورك على أن الديمقراطيين سيفوزون في انتخابات التجديد النصفي، محذرا من صعوبة العامين المقبلين إذا صحت توقعات استطلاعات الرأي. الجمهوريون الذين ترجح استطلاعات الرأي كفتهم للفوز بمقاعد الكونغرس يتمسكون حتى اللحظات الأخيرة باللعب على قضايا الاقتصاد والتضخم وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، تقابلها بحسب محللين جهود حثيثة من الديمقراطيين الذين يلعبون على قضايا الحريات والإجهاض والضمان الاجتماعي والصحي، لتبقى أصوات الناخبين هي الحكم في نهاية السباق الانتخابي.